يسأل ويستفسر ولربما أيضا يحلل حول هل سيتم تشكيل قائمة أخضر أصفر، لكن ما هي المقاييس ولربما الأسباب التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى تشكيل مثل هذه القوائم؟ مباشرة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الكاتب والإعلامي في جريدة الأعلام سيد رامي مهداوي. أسعد الله صباحكم بكل الخير. صباح الخير لك وصباح الخير لجميع المستمعات والمستمعين. صباح الخير الفجر الجديد. صباح الخيرات، أهلا وسهلا بك. يعني أنت تساءلت وربما افترضت بعض الفرضيات المبنية على تحليلات واقعية حياتية ضمن الواقع الفلسطيني، لكن فعليا ومن وجهة نظرك بالتأكيد هل سيتم تشكيل قائمة أخضر أصفر، وما هي الاعتبارات التي كنت قد ذكرتها خلال هذا المقال؟ يعني أتمنى أن لا يتم تشكيل هذه القائمة بصراحة. يعني وجهة نظري يعني بوضوح، يعني أنا سأكون ضد مثل هذه القائمة لأسباب كثيرة. أولها، لماذا الآن في هذا الواقع؟ أولا وأخيرا نحن مع العملية الانتخابية بكل تفاصيلها، ومع أن تدور العجلة الديمقراطية في كافة المواقع الانتخابية من المقعد الرئاسي وحتى أصغر مجلس قروي في فلسطين، وهذا جانب أساسي يجب أن يكون. لكن التحالفات وأن يتم إعادة تدوير وإنتاج ذات الشخوص، هذا ما يجب علينا الوقوف به وإعطاء الشباب فرصة قوية. هناك في حركة فتح على سبيل المثال العديد من الطاقات الشبابية في مختلف المواقع التعليمية والطبية والاجتماعية والرياض، في جميع المواقع الشباب نقف لهم احترام وتقدير. يجب ضخ دماء جديدة في هذا الجانب بالتحديد. لهذا أخضر أصفر ما لا أتمناه، بأن لا يتم إعادة تدوير الوجوه ذات الوجوه في ذات المقاعد. إذن منذ عام 2006 منذ الانتخابات الأخيرة وحتى هذه اللحظة، لماذا نعيد هذا الكم؟ لماذا تم حرق هذا الزمان من انقسام وانقلابات وقضايا ولا يوجد مصالحة في العلوم السياسية والعلوم الاجتماعية؟ وضمن خبرتي ودراستي للعديد من الدول في كولومبيا، إيرلندا وإسبانيا والعديد من الدول التي كان بها انقسامات وانقلابات، العلم يقول بأن أولا المصالحة ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات. لكن يعني سيد رامي، أنت يعني تجد وهكذا يستشف من حديثك أن هذه القائمة لربما من الممكن أن تكون شكلية ليس أكثر، إنما يجب أن نبحث في الأعماق وألا نكون سطحيين في التعامل مع هذه المسألة. لا طبعا بكل تأكيد. وأن لا تكون العملية الانتخابية هي مجرد يعني ضحك علها كما يقال، أو يزيد الطين بلة في هذا الواقع، وخصوصا بأن الشارع الفلسطيني ومنذ عام 2006 حتى هذه اللحظة العجلة الديمقراطية واقفة وربما متكلسة، ومن كان عليها الآن أصبح في عمر الشيخوخة، وهذه واقعية. بالتالي يجب عدم إنتاج نفس الشخوص بقدر ما إعطاء فرصة للشباب من مختلف الفصائل والتنظيمات. صحيح. أن تأخذ دور جديد وريادي، وهنا مسؤولية من تأتي في دمج الشباب في التنظيمات بصراحة؟ أحكي لك يعني بصراحة، هي الموضوع أولا وأخيرا لدى الشباب أنفسهم وعدم الرضوخ لأي كان، ويجب على الشباب من مختلفة الفصائل أن يضعوا كلمتهم أمام قواعدهم الأساسية في هذا الجانب. بالتالي العملية الديمقراطية أو الانتخابية هي ليست فقط أن تكون شكلية وأن نمارس هذا الجانب. الجانب الآخر، الالتزامات الآن قطاع غزة هو مسلوب من حركة حماس. هل ستسلم حركة حماس على الواقع والنتائج، أم أن هناك سيتم محاصصة؟ وهذا سؤال مهم لدى الشارع الفلسطيني ونسبية في هذه القوائم. أنا أعتقد الآن على كافة أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف الفصائل والتنظيمات وعلى رأسهم حركة فتح أن تأخذ زمام المبادرة والريادة بضخ دماء شابة تستطيع قيادة المرحلة المقبلة، لأن المرحلة المقبلة هي أصعب من الوقت الحالي. بالتالي الديمقراطية تأتي من القواعد الأساسية والمجتمعية، هذا جانب. الجانب الآخر،
أين أيضا أين المستقلين والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني ومختلف القطاعات الثانية التي يجب أن تشارك في العملية الانتخابية وأن تقول كلمتها. في الماضي كان المقعد بحاجة إلى 15,000 صوت، الآن أعتقد مع تزايد العدد السكاني ربما بحاجة إلى أقل أكثر، لكننا أتوقع بأن النسبة لن تتجاوز إلا 15,000 للمقعد الواحد إذا ما تحدثنا على 132 مقعد وربما أكثر من ذلك. لكن آن الأوان في العجلة الديمقراطية أن تأخذ زمام المبادرة والأمور، وأنا ضمن حديثي بشكل دائم وخصوصا مع الشباب في مختلف الفصائل بأن يجب الآن أخذ زمام المبادرة، وكما تحدثت في المقال بأن أبناء حركة فتح الآن هم عماد التغيير، يجب أن يكون وأن يتقول كلمتهم في كافة المواقع بصراحة، وهذا ما يجب المطالبة به بصراحة، خاصة لربما ضمن القوائم التي من الممكن أن تكون مخولة في الترشح، ضمن الوجوه الجديدة التي يجب أن نراها، ضمن المشاركة الشبابية الفعالة. وهنا الاستفسار في أيضا ربما السبات الجماهيري الذي نلحظه ونلمسه في الواقع الحياتي، يعني المواطن بصراحة صارت انتخابات ولا ما صارتش أصلا، مش عماله بيسأل في الموضوع بقدر ما بيسأل نزل الراتب ولا لا، بسبب طبعاً. انه في هناك انشغال في المطالب الحياتية اليومية وهي مقومات الحياة، يعني في اليوم صرخات وصلتنا واستغاثات بخصوص مطالب علاجية، واخرين يطالبون بمطالب تعليمية وهي حقوق اساسية. وبالتالي هل تجد ان الانتخابات هي مطلب جماهيري فلسطيني ام مطلب دولي عالمي؟ يعني أولا يجب أن يتم أن تتم هذه الانتخابات بنزاهة وشفافية من أجل تغيير الواقع الحالي وإنشاء البيت الفلسطيني المجلس التشريعي الذي هو أساس الرقابة والمساءلة والشفافية لأي حكومة أو لأي شخص كان من أعلى الهرم حتى أسفله. هذا جانب. الجانب الآخر، لو كان هناك رقابة تشريعية لما وصلنا إلى المطالبات التي تحدثت حضرتك بها، لأن هذا جزء أساسي من عمل المؤسسات المختلفة الحكومية. الجانب الآخر، نعم هناك حالة من الاغتراب يعيشها الشعب الفلسطيني ما بين الفصائل والمؤسسات المكونة للنظام السياسي، وفقد الأمل في هذا الجانب، بالتالي يجب أن لا نفقد الأمل بقتل أنفسنا بقدر ما هو علينا الآن خوض هذه الانتخابات وإعطاء كل ذي حق حقه، ومن يستحق فلينجح، ومن يريد أن يخدم البلد وأبناء شعبنا أن ينجح ويتقدم في هذا الجانب، لأن أولى محاسبة ومساءلة أيا كان تأتي من صندوق الاقتراع والانتخابات في هذا الجانب. ما نريد به من خلال هذه الانتخابات حتى لو كانت خارجية، القضية ليست أن تكون خارجية أو داخلية بقدر ما يجب المساءلة والمحاسبة في كل حسب موقعه من كافة المواقع المختلفة من أجل ضخ دماء شابة تريد أن تشمر عن ذراعها، والعمل في ضمن معول التنمية الذي الآن نجده بضمن حالة الاحتلال الإسرائيلي وضمن جائحة كورونا وضمن التسلط يعني المالي للسياسة الإسرائيلية. طب نجد بأنه يجب ضخ دماء شابة جديدة. طب إذا كان الشباب لا يشركون بصراحة ولا يتم إشراكهم في مثل هذا النوع من الخطوات النقلية والنوعية على مستوى الوطن، وإذا كان البعض الآخر منشغل في أمور حياتية أخرى، إذا من سيشارك بصراحة في الانتخابات؟ يعني السؤال الحق يؤخذ ولا يعطى. صحيح. يعني إنه مين حيعطي حق الشباب؟ لا، ما في هذا، في قانون، في دستور، في مساءلة، في الأنظمة الداخلية للحركات والفصائل الفلسطينية. بالتالي يجب على الشباب في داخل فصائلها، في داخل تنظيماتها، في داخل مؤسساتها المختلفة أيضا إذا ما تحدثنا عن المؤسسات الأهلية، أن تقول كلمتها بضخ دماء شابة جديدة. أنا أتحدث عن أعضاء مجلس تشريعي، يجب أن لا يتم، يعني هناك شخصيات وكأن هذا المقعد ولد معهم، لا، يكفي هذا الوقت.
والله طابوا يا استاذ رامي، ومش يعني بس من عام 2006 وقبل 2006 وبعد اتفاق اوسلو نجد هناك ذات الشخوص. صحيح. بالتالي يجب اعاده الرؤيه الاساسيه لمفهوم البيت الفلسطيني المجلس التشريعي كاساس للمساءله والمحاسبه والنزاهه والشفافيه لاي شخص كان في اي موقع، لان لا مواجهه الاحتلال تبدأ في دمقرطة البيت الفلسطيني وليس تدميره. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا الفصائل والأحزاب شاخت، يجب عليها أن تجدد دماء أبنائها بإعطاء فرص جديدة لكوادرها الذين نقف لهم احترام من صحيح. جميع الشباب والصبايا المتواجدين في كافة الميادين والقطاعات. أثبت الشاب الفلسطيني مدى قوته. ولماذا هذا التغيير في العالم الآن؟ يتبوأ الشباب العديد من المواقع، من رؤساء وزراء، من وزراء، الأعمار الآن لا تتجاوز 30-35 سنة في هذا الجانب. هناك حالة تغيير دماء، والشاب الفلسطيني هو الأقرب للحديث مع العالم بلغة جديدة وبأدوات جديدة تتلائم مع الواقع. صحيح. الفلسطيني وربما أيضا يلخص ما تحدثت وتفضلت به سيد رامي، هنالك مشاركات، لكن ما لفت الانتباه بصراحة من مشاركة رفيق عبدالله الذي يقول إذا بقيت الوجوه كما هي لا جدوى للانتخابات وإنما هي مضيعة للوقت. تعرف في هذه القضية يجب أن أنا أعتقد إذا ما تم إنشاء ما يسمى التحالف ما بين حركتي فتح وحماس، أنا أعتقد هذه الانتخابات ستصبح أقرب إلى الاستفتاء. سيتم معاقبتهم بهذا الجانب. أنا أعتقد الآن على حركة فتح الاستنهاض بأبنائها الذين نقف لهم احترام وتقدير في كافة الميادين، وأيضا الفصائل الفلسطينية الأخرى، بأن تضخ دماء شابة جديدة تستطيع التعامل مع الواقع الحالي الذي أصبح في حالة موت سريري وربما اغتراب ما بين الشارع الفلسطيني وما بين النظام السياسي الفلسطيني. نعم، إجمالا نأمل أن تسير الأمور على ما يرام، وبالفعل أن يتم الأخذ بعين الاعتبار كافة ما تم ذكره من خلال سواء ما عبرت عنه ضمن المقال الذي يستفسر ويسأل بخصوص تشكيل قوائم أو قائمة أصفر أخضر، والذي تتمنى شخصيا ألا تتشكل إلا بالتأكيد دائما أبدا أن تقوم على أسس سليمة. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والإعلامي في صحيفة الأيام السيد رامي مهداوي، ونواصل مع حضرتكم والمزيد من التفاصيل وأيضا الفقرات، ولكن بعد